ما من مؤمن ما من مؤمن إلا وهو يؤمن يقينا، هذا من لوازم الإيمان، مما يعلم من دين الله بالضرورة، من جزء إيماننا. ما من أحد مؤمن إلا وهو يعلم يقينا أنه سيلقى الله. لا يمكن لأحد مؤمن يقع في خلده يوم أنه لن يلقى الله، هذا يعد كفرا محضا، لأن أهل الإشراك كانوا يقولون لا بعث ولا نشور، أيحيي هذه ربك بعد أن أرمت، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فنحن معشر المسلمين معشر المسلمات كلنا مؤمنون أننا لا بد أن نلقى الله. الإنسان يعظم شوقه إلى الله، يكون أكثر ثباتا في أكثر في أرض المعشر كلما كانت له وديعة عند الله، كلما كانت له وديعة عند الله. أنت الآن لو أنك أقرضت رجلا ما شيئا من المال، ثم إن هذا الرجل دعاك ومن حولك ومن من أقرانك دعاك إلى بيته، لا يمكن أحد أن يدخل تلك الدار أكثر عزة منك، لأنك تعلم أنك لك فضل، لك وديعة عند هذا الداعي. ولله المثل الأعلى، كل العباد يحشرون إلى الله، ولله وحده المنة، وحده المنة والفضل. لكن مع ذلك من كانت له عند وديعة عند الله لا يكون قد لا تكون قدماه في أرض المحشر كمن ليس له وديعة عند الله. فالعاقل يعلم أنه طال عمره قصر عمره، كان كافرا كان مؤمنا، كان على باطل كان على فجور كان على بر، كان رجلا كان امرأة، كان صغيرا كان كبيرا، يقينا لا بد أن يلقى الله، لا بد من ملاقاة الله. ربنا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما من شيء يبعث في الإنسان أن يعمل عملا صالحا إلا علمه أنه سيلقى الله فيجد ثواب عمله. وكلما ضعف يقين المرء يقين المسلمة بلقاء الله يأتي الإنسان عياذا بالله وينصرف إلى الشهوات، ينصرف إلى اللهو، ينصرف إلى العبث، ينصرف إلى الإنفاق غير المحمود، لأنه لم يقع في خلده حقا يقينا. وإن كان أصل الإيمان موجود لم يقع في حقه خلدا ويقينا أنه سيلقى ربه جل وعلا. لكن دون لقاء الله لا بد من أمور، لا يمكن لأحد أن يلقى الله أو أن يرى الله حتى يموت. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى من قبل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، والمعنى أن الله كتب أن أحدا لن يلقاه ولن يراه حتى يموت، يعني حتى يموت هذا العبد، حتى تموت هذه الأمة، حتى يموت هذا الرجل، حتى تموت هذه المرأة، هذه في الطريق لا بد منها. ثم بعد ذلك قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حتى تمضي سنة الله في خلقه ويذهب العالم أجمع، فإن الناس يكتب عليهم أن يبقوا في حياة البرزخ من ساعة الموت إلى أن يبعث الناس ويحشرون. دون ذلك أهوال وأوقات وأزمنة لا يمكن تصورها، ما أطلعنا الله عز وجل على شيء يسير منها. ربنا يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن من اللحظة التي الآن يعلم فيها الإنسان العلم إلى أن يلقى الله مراحل وأطوار، هذه العاقل يتقي الله عز وجل فيها، يأتي بأمور تعينه على أن يتجنب.